تلاوة من ذكر كتاب الله الحكيم. يتلو عليكم فضيلة القارئ المعروف فضيلة الشيخ محمود أبو السعود خليفة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد مقرأ الإذاعة والتلفزيون العربي. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمك يا ربي.
خذ الكتاب بقوة
صبيا فاتخذت من قال كذلك قال
فضل ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبهت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. حاضر بركاتك سيد حس بركة يا أخي. فناداها من تحتها ألا تحزني ربك تحتك سريا. كي رب الجنين
الله يخليك يا مولانا. حصل بركه مش موجود. فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا يوم ولدت ويوم
ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم.
الفاتحة.